الذكاء الاصطناعي أصبح ليه دور كبير جدا في الحياة وفي مجالات مختلفة. امبارح كشفت دراسة حديثة عن روبوت للدردشة في الذكاء الاصطناعي، واللي هو شات جي بي تي، اللي أصبح دلوقتي ليه القدرة الكبيرة جدا على تشخيص أمراض بشكل صحيح جدا، تصل نسبة التشخيص إلى حوالي 84%. يعني احنا بنتكلم على 84% مش 100%، يعني لسه في مجال للخطأ، لكن خلونا نعرف ايه هي الحكاية بالظبط. خلونا نتكلم عن تفاصيل ازاي تشات جي بي تي النهاردة قادر ان هو يكون دقيق لهذه الدرجة اللي هي 84%، انه يحدد طبعا انواع الامراض. معنا المهندس دكتور احمد بهاء خيري، استاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. طبعا احنا ما بنشجعش خالص الناس ان هي تدخل، كنا زمان حتى نقعد نقول بلاش نكتب على جوجل ايه المشاكل اللي انت حاسس بيها والاعراض اللي انت حاسس بيها، لان دايما هيكبر لك الموضوع. النهارده لما بنتكلم على تشات جي بي تي بقى انه بيقدر يكون دقيق بنسبه 84%، هل النهارده نقدر احنا نعتمد عليه شويه ولا بلاش احسن؟ واسمحي لي احدد طبيعه الحدث نفسه اللي سيادتك بتتكلمي عنه. تشات جي بي تي هو تطور مذهل حصل خلال السنوات الماضيه، وتوج في سنه 21 باول اصدار في نوفمبر 21، واحتوى كم غير محدود، يعني كم يكاد يعادل ما في الكون من معلومات ومعرفه حول تقريبا كل شيء. ولكن حضرتك عارفة أن طبيعة تخزين المعرفة فيما نسمي بقواعد البيانات أو قواعد المنطق اللي تختلف عن القواعد العادية فيما نسميه إجمالا قواعد المعرفة. هذه القواعد بتضم كل شيء عن شيء، ولكن يظل الجدل حول قدرة هذا كل شيء على أن يستخلص رأيا قطعيا في الشيء. أرجو أن كلامي ما يكونش فيه أي تعقيد. في النقطة دي عايز أسأل حضرتك، يعني مفهوم جدا فكرة تجميع المعلومات أو المعرفة، لكن فكرة التحليل ده جانب آخر. إحنا لا. أمام الشات جي بي تي إحنا بنشوف كم طوفان من المعلومات وغيره، لكن إلى أي مدى المعلومات دي ممكن تقودني إلى تحليل سليم او تشخيص سليم؟ لانه ممكن اوفر المعلومه او يبقى في اكسس او اتاحه للمعلومه، لكن توظيف المعلومه هي المساله الاهم والاكبر. هي الحقيقه بنسمي عمليه تفسير المعلومه اللي هي النولج انفرنس، هي الروح او هي الاساس التي تكسب هذه الانظمه شيء يقارب العاده البشريه او الطريقه البشريه. الإنسان لازم يخاطب بما يدرك أو بما يفهم. ومن أهم خصائص للشات جي بي تي التي تطورت عن حقبة بدأت في الستينيات القرن الماضي هي أنها أصبحت جدلية، يعني حضرتك تسأل وتتلقى إجابة ثم تعيد السؤال وتتلقى إجابة أخرى. وعشان كده بزغ أو ظهر نوع جديد خالص من التخصص يسمى برومبتيف إنجينيرينج، اللي هي هندسة الحوار أو هندسة السؤال. بقدر سيادتك ما بتسأل سؤال يتسم بالدقة أو يتسم بالعمق أو يتسم بالشمول بتتلقى إجابة. وعشان كده الأمر لا يمكن يكون قطعي، لأن هيظل هناك احتمال ألا يكون السؤال دقيق تماما أو عميق تماما أو شامل تماما. وهنا بنحصل على إجابة في الجانب العلمي بيعطينا نسبة لجودة الإجابة 70% 80% 90%. إذن لا يمكن الاعتماد عليه كلياً، يعني وكان من أكثر القضايا المعضلة التي يرغب الإنسان في التعرف عليها كان جانبين، الجانب القانوني والجانب الطبي. في الجانب القانوني تم اختبار الأجيال المبكرة وكان قدرتها على استخلاص أحكام أو آراء قانونية أو علاقات فقهية بين القوانين لا تتعدى 10%. مع تكرار التحسين والتجويد فيها وصلنا ل 90%. مع وجود لجنة من فقهاء القانون
يستجوبون الأجيال الأحدث زي تشات جي بي تي 4 على سبيل المثال، وصل التحسن في الأداء إلى 90%. ولكن مع الأنظمة الطبية هناك أجيال بدأت في الستينيات مع بروفيسور ميتشلي أستاذي في جامعة إدنبرا الذي درست معه الدكتوراه، وكان بادي بجيل من المايسن اللي هي الوسط البسيط خالص لقواعد المعرفة في تشخيص الأمراض. لو حضرتك أجلست طبيباً أو إنسان عادي وبدأ يتحدث مع النظام الكمبيوتر كأنه شخص خبير يجلس أمامه ويعبر له عما يشعر من أعراض symptoms، ثم يتلقى بعض الاستفسارات من النظام، ويظل النظام معه فيما يشبه البينج بونج، سؤال وجواب سؤال وجواب، حتى يتحسن أداء النظام عن طريق سايكل داخلية بنسميها inductive system. وهنا الجانب الشبيه بالإنسان، إن احنا بنخزن المعرفة ولكن بنكسب هذا النظام قدرة على التوليد أو الاستيلاد. طيب أنا عايزة أفهم من حضرتك بس بطريقة مبسطة بعد إذنك. أنا عايزة أفهم من حضرتك بطريقة مبسطة، أنا النهاردة دلوقتي خليني أقول عايزة أدخل على تشات جي بي تي، عندي أعراض معينة عايزة أعرفها، بكتب أيوة. الأعراض بتاعتي اللي أنا فهمته من حضرتك، تشات جي بي تي بيسألني شوية أسئلة برد عليها، ده صح؟ بيرد عليها بما توافر لديه من معرفة. زي سيادتك ما تجيبي إنسان لديه خبرة مثلا، اسمحي لي أشبه ده، 5 سنوات في مجال، فيعطي لحضرتك إجابة. لو أجلست جنبه حد عنده خبرة أعمق وقدرات أكبر هيعطي لسيادتك إجابة أكثر دقة وأقرب للحقيقة. وعشان كده إحنا هنا بنصطدم بواقع في الحياة اللي إحنا عايشينها. حضرتك لو سألتك أي سؤال، حضرتك بكل ما لديك من خبرة ودراية ومعرفة وحس ورقي حضرتك هتديني إجابة كما تفهمين أو كما تظنين أو كما تشعرين. النظام بيعمل كده، النظام بيعطي إجابة حسب دقة السؤال وحسب الدومين أو المجال الذي يحتويه من المعرفة. فهي تفاعل ما بين سؤال وجواب. طب دكتور أحمد، وهنظل نحسن في هذا الوضع تمام. إلى ما لا نهاية. طب مفهوم جدا الكلام اللي سيادتك بتقوله، سؤال وإجابة بشكل منطقي وعلمي منظم، لكن المسألة في بعض الأحيان مسألة فيها بعد إنساني، فيها جانب إنساني. يعني مهما بلغنا من تقدم في هذه البرامج أو فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لكن في الجانب البشري والحسي والإنساني. الجانب ده يعني بيتحسب إزاي في هذه المعادلة الخاصة بتشخيص الأمراض؟ وهل ممكن في يوم من الأيام ما نلاقيش كادر للطبيب مثلا، أو الفحص المباشر ده ما يبقاش موجود، يبقى بديل عنه السؤال والإجابة؟ أنا بشكر حضرتك جدا على هذا السؤال، لأنه ده سؤال في قلب الموضوع. النظام بيعمل بلوغاريتمات أو خوارزمات أو أنظمة رياضية معينة داخلية بدون تعقيد يعني، وبيضاف إليها بعد بنسميه لوجيك انتربريتيشن اللي هو التفسير المنطقي. بيستخدم نفس الحس البشري أو نفس الطريقة البشرية في الربط ما بين المعرفة أو العلم وما بين المنطق. لازم أصارح حضرتك والسادة المشاهدين أن هذا الجانب ما زال يعاني قصوراً. صحيح. وهذا القصور هو اللي بيدي عنصر التحديد في الدقة والترجيح في الرأي. وعشان كده أنا هختصر الإجابة لسيادتك، هيظل هذه الأنظمة تحتاج إلى تحسين لحظي ونوعي كل يوم، وبكم التحسين اللي ندخله عليها هتتجود وهتتحسن إجابتها ويتحسن تفاعلها معنا. إنما يظل هناك فيصل حاسم في الأمر، ما هو بشري هو بشري، صحيح، وما هو آلي هو آلي. التقارب بينهما بيعتمد على الماستر، السيد هنا، السيد هنا هو الإنسان، الإنسان طبعا المتخصص أو الإنسان المستخدم، وما لديه من وسائل لتحسين أداء من يتبعه أو من يقع تحت يده من النظام. صحيح. طبعا ده مش عمل الإنسان العادي المستهلك أو المستخدم، ولكن ده عمل العلماء المتخصصين الذين يحاولون في كل لحظة
جميل. عبر عدد غير محدود من التطبيقات والاستخدامات أن يحسنوا صحيح. مما هو متوقع صحيح. من الأداء ومن الإجابة. وهنا زي ما سيادتك بتقول الفيصل هو الذكاء البشري أو العقل طبعاً. البشري هو الذي يقود الذكاء الاصطناعي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات العلمية القيمة جدا الدكتور بروفيسور مهندس أحمد بهاء خيري أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة اسكندرية. بنشكرك شكرا جزيلا. يعني لا غنى عن زيارة طب. الطبيب ولو عندنا حاجة بنشكو منها بلاش ان احنا يعني نسأل الآلة زي صحيح. ما بيقولوا لازم نروح للمختصين.